بطل حبل نرش. خلاص مشينا. ما افتتحنا الحلقة. خلونا نشرح لكم وين بنروح إن شاء الله. اليوم رحلتنا شلون راح تكون؟ رحلتنا إن شاء الله راح تكون على البشيرية. ومن البشيرية بعد ما ناخذ لها لقطات جميلة إن شاء الله، بنروح الله يسلمكم على هير أم الشواهين. ومن هير أم الشواهين بنتوجه في ردتنا على طريق الوكرة. احنا طلع من الوكرة على هير السطح اللي يبعد حوالي 20 كيلو من الوكرة، ونقول ان شاء الله نتوفق بمحارة طيبة، وادعوا لنا ان الله يرزقنا الدانة والحصبة والنادر من الله. مشينا نقول بسم الله توكلنا على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. الجزيرة هذه قديما كانت تعتبر مستراح ومكان لبيع القماش، يعني مستراح وبيع للقماش، تعتبر بندر حق اهل الغوص ومغاص في فصل الشتاء على غوص المينة. المينة كانوا ينزلون يتينون يمشون على ريولهم في الاماكن الضحله ويشيلون المحار وهم يمشون. يقول الشاعر: واطلب عسى اليوم يجيني الهوى طوفان يحدرني الوكره ويسوق البشيريه، البشيريه اللي احنا عليها. ليش بالبشيريه؟ يشكي الهم في الغوص العود ويبي البندر في البشيريه. اللي وراي هذه قبور، وغالبا ما نمر على جزر هالقطر ونشوف فيها قبور، والقبور هذه عادة تكون حق الغواصين اللي قضوا وتوفوا في البحر من مشاق الغوص. فنقول الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم ويجعل مثواهم الجنة، نبذة عن الشقاء والعناء اللي كانوا يقاسون أهلنا وراء لقمة العيش. طير اللوه والمفرد لوهة، والاسم العلمي الغاق السقطري. يوصل طول اللوهة إلى 84 سنتي. تميز الفروخ باللون الأبيض، وإذا كبرت يكون لونها أسود. وعش اللوه يكون عبارة عن حفرة صغيرة في الرمل والحصى. التغذى على الأسماك بحيث أنها تغوص إلى أعماق توصل إلى 18 متر للصيد. يعيش هذا الطير في الجزر ومنها جزيرة البشيرية. تتصف محارة البشيرية بصغر حجمها، وهذا محار قطر، كل ما تروح جنوب شرق وجنوب غرب تصغر المحارة. يقولون يكثر فيها المخشر، أو المحارة اللي فيها لؤلؤة لازقة داخل. هذه أحجامهم اللي يطلعون للحين ميتين، ونشوف إن شاء الله نتوفق نحصل الحين. شوف سبحان الله، هذا فلس شميبي على الجزيرة ما أدري. هذا العادة أنا أشوفه في الأعماق، لكن على الجزيرة هني هل معقول ان هذه كانت موجوده هنا حول الجزيره؟ يمكن كانت البيئه الصحيه اكثر، كانت موجوده لكن الحين قطعت. الاول كذي كانوا يتينون يمشون على ريولهم ويلقطون المحار بهذه الطريقه، هذا المحار. لكن المحار هنا ميت. الوقت داهمنا والمايه الحين تثبر، فعلى اساس لا يلحم الطراد بنروح وين؟ بنطلع من هنا من الرق بنروح على ام الشواهين شرق عنا. يلا نقول بسم الله ونمشي. يلا مشينا مشينا، حياكم. وصلنا فوق ام الشواهين على المكان اللي يغلب على ظني انه يكون في محاره. اللي بنسويه الحين بنبلد ونشوف اذا البلد نقل لنا شيء، فهذا يعني دليل انه ممكن يكون في محاره تحت. نقول ان شاء الله في شيء يا رب. بسم الله بنبلد. بسم الله. انت
تقريبا 11 متر. البلد ما نقل. ما نقل البلد، بالعكس واضح انه شل تحتنا. مرضى المرضى. بسم الله. ما نبي نضيع الوقت. بنروح على عوارض الحالة صوب ام الخيفان، ومن بعدها بنروح على السطح. ما عندنا وقت، نستغل الوقت. ان شاء الله مشوه نعطيه وقت ثاني. يلا مشينا مشينا. الاول كم واحد على المحمل؟ كم واحد؟ كل واحد له مهمه. الحمل عمت الله علينا الأجهزة الحديثة، الطراريد، طرق الملاحة اللي تضمن لك انك توصل فوق المكان بالضبط. خليتك تكون انت الناخذة والغواص والسهب كل شيء. عندك الزعنفة، تنوب عن الغيص والسهب، تطلعك وتنزلك. وأجهزة الملاحة الحديثة وتوديك للمكان بالضبط، لا تحتاج مطلع ولا مغيب. ولا هوا ولا تشوف الماية شلون رايحة. الرؤية خيالية اليوم. والمحار ما شاء الله كبير ومعمر. يلا توفقنا الحمد لله. الهير غني بالمحار الله يبارك، ومتنوع بالأحياء البحرية. وتقدرون تلاحظون أن الهيرات كثير منها يتشابه في نوع الأحياء البحرية اللي فيه، مثل ما نشوف هني الشيت والرماي أو قنفذ البحر. اللي شوكته قصيرة احنا نسميه الشيت، واللي شوكته طويلة نسميه الرماي. جبنا هذه المحارة اللي الله سبحانه وتعالى وفقنا فيها. المكان أول مرة حول عليه، والمحارة ما شاء الله طابين مصقولة ومجوخة، وما شاء الله الهير حي وايد، وصورنا يعني أخذنا لقطات جدا جميلة. هذه محارتنا أغلبهم جوخة وما شاء الله معمرة وأحجام حلوة مثل ما أنتم تشوفون. هذه المحارة. يلا مشينا مشينا على الهير الثانية. هيرنا اللي بنروح له الحين وشو؟ هير السطح. هذا اللي أشر عليه هو نوع من أنواع عاريات الخيشوم أو النودي برانج. الحجم صغير جداً، ولكن بالكاميرا تبين بهذا الحجم، ولا هي ما تتعدى المليمترات. وهذا النوع مشهور عندنا في قطر.
الحمد لله هذا اللي طلعناه من هير الصب، طبعا اقل من المحار اللي طلعناها شمالي حالة العسيري اللي هي ام الخيفان، لانه ما كان عندي وقت اشيل وايد، وخلاص تشوفون الشمس بدات تسلم. بنبتدي نفلق الحين شوي شوي، احنا رابدين على الوكره. ناريش يلا قفلنا ودنا الوكره، الوكره يلا ان شاء الله نتوفق بشيء طيب. بسم الله بنفلق اول شيء من محارة السطح. الحمد لله على كل حال فلقنا كمية، لدينا واحدة صغيرة وظلم علينا الوقت الحين، فايش بسوي؟ بنرد الوكرة لكن بودي المحار ورا، بشغل الليت وبخلي ناريش يكمل الطريق وبتم ماضي. إن شاء الله نتوفق بشيء. ناريش تعال امزح علي، وقف وقف ناريش تعال. ما شاء الله شوفوا جمالها، شوفوا لمعتها، هذه شيرين. الحمد لله يلا. ما مدانا نفلق المحار كله وقت التصوير، بس كملته في البيت والحمد لله توفقت بكمية لولو حلوة من عوارض الحالة.